الموت لليهود، عبارة رددها روبرت باورز وهو يطلق النار في كنيس يهودي بمدينة بيتسبرغ، موقعا قتلى وجرحى بينهم رجال شرطة. لم يخف باورز ذو 40 عاما مشاعره ومواقفه المشبعة بالكراهية، وعبر عنها في حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي متوعدا بالتحرك، تحرك كان دمويا، وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمخزي والمفجع، ودعا إلى إعدام من يقترف مثل هذه الجرائم التي ما كانت لتقع لو أن المعابد محمية بشكل مناسب بحسب تعبيره. ما يحدث بسبب الكراهية في بلدنا وفي العالم أمر فظيع، يجب اتخاذ إجراءات. لو أن هناك حماية داخل الكنيس لكان الوضع أحسن بكثير، ولكن لم تكن هناك حراسة، وهذا ما جعل مطلق النار يقوم بما لم يكن ينبغي أن يقوم به. فرضت السلطات الأمريكية تعزيزات أمنية في أماكن التجمعات اليهودية، وأمرت عمدة العاصمة الأمريكية بتأمين جميع الكنس اليهودية في المدينة. هجوم بيتسبرغ تردد صداه في كل الكنس اليهودية الأمريكية بما فيها تلك الموجودة في العاصمة واشنطن. هجوم جاء بعد يوم من حادثة الطرود المفخخة التي ألقت بظلالها الثقيلة على الانتخابات الأمريكية النصفية. فالأحداث الأخيرة وظفت في سياق توجيه الاتهامات المتبادلة بين ترامب والديمقراطيين باستغلالها لأهداف انتخابية، رغم أنه وقعت هجمات وأحداث مشابهة بعد وصول ترامب إلى السلطة ولم تتزامن مع أي انتخابات. من الصعب تحديد إن كان هناك رابط أم لا بين هذه الأحداث والانتخابات النصفية. من المؤكد أنه كانت هناك سلسلة من الهجمات الفاشية خلال الأسابيع الماضية، ولكننا شهدنا أعمال عنف أخرى خلال السنتين الماضيتين. الشخص الذي أرسل طرودا مشبوهة إلى أعضاء ديمقراطيين ورؤساء سابقين إضافة إلى إعلاميين هو من المؤيدين تماما لترامب، لكن مطلق النار في بيتسبرغ هو معاد لليهود تماماً. ويرى معارضو ترامب أن ازدياد وتيرة الهجمات المشبعة بالكراهية ليست إلا نتيجة لسياسات ترامب وخطابه الذي يحرض في اعتقاد كثيرين على الكراهية. فرغم دعوات ترامب بعد حادثة بيتسبرغ إلى تسامي جميع الأمريكيين فوق الكراهية، فإن هجوم بيتسبرغ وما سبقه من هجمات تثير تساؤلات جدية حول مستقبل التعايش في الولايات المتحدة مع استمرار صعود نجم اليمينيين فيها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ندد بأشد العبارات بالهجوم، وأمر بتنكيس الأعلام فوق المباني الرسمية والحكومية والعسكرية داخل الولايات المتحدة وخارجها حدادا على أرواح الضحايا. معاداة السامية والاضطهاد الواسع النطاق لليهود هي واحدة من أبشع السمات الأكثر قتامة والأكثر شناعة في تاريخ البشرية. يجب أن لا يكون هناك أي تسامح مع معاداة السامية أو أي شكل من أشكال الكراهية أو التحامل الديني أو العنصري في أمريكا. كما دعا ترامب إلى تجديد القوانين وإعادة العمل بعقوبة الإعدام بحق مرتكبي هذه الجرائم. في مواجهة جرائم عنصرية سواء استهدفت هذه الجماعة أو تلك، يجب أن نستخدم عقوبة الإعدام. يجب عليهم دفع الثمن النهائي. لا يمكنهم فعل ذلك لبلدنا. يجب أن نرسم خطا في الرمال ونقول بحزم شديد لن يحدث ذلك أبدا مرة أخرى. من جهتها أعلنت السلطات الأمريكية توجيه 29 تهمة فيدرالية إلى روبرت باورز مطلق النار، بينها 11 تهمة تتعلق بعرقلة ممارسة معتقدات دينية أدت إلى الموت.